السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. إن شاء الله اليوم عندنا تشيك على الأغنام هذه، وما أدري أرقمها ولا لا، بس ما أشوف أنها صراحة يعني تستدعي أنها تأخذ أرقام، لأنها قد تباع يعني، فممكن حتى الأرقام المؤقتة يعني نوعا ما تكون جيدة، لكن كأرقام ثابتة ما أدري، ما أرى ذلك. عموما يعني الاعتماد على معلومات العامل ليس بجيد، يعني خصوصا كانك أنت تشتغل تبتغي يعني فيها رزق من الله سبحانه وتعالى، فالترقيم صراحة أنه جيد، يعني تعرف اللي لك واللي عليك، تعرف متابعتها بدقة وين هذا ومن ولد هذه وكذا. وأنا رقمت الأمهات غالبا، باقي بس عندي شبك واحد تقريبا بحاجة إلى الترقيم. طيب حي الله الشباب، يا أهلا وسهلا يا مرحبا، كيف الشعير والبرسيم ممتاز. طيب الآن احنا عطيناهم عسيب النخل كوجبة إضافية، وشوف الإمكانيات والرغبة فيه، وأنا صراحة مع تنوع الأكل بين فترة والثانية، تدخل لهم شيء جديد من الأشياء المقبولة، وليس أنه شيء يعني مش جيد. أيضا العسيب هذا سواء كان ناشف أو أخضر يأكلونه. أيضا الشيخ همام يسألون عنه الناس كثير، حبيب الشعب، طبعا طلعناه وحطيناه مع الفحل، وظاهر انه ابدا شوي من مراجله فحصل له كم من نطحه ورجعناه هنا. وايضا اخوه الثاني اخذ له نطحه فما عاد صار يمشي كويس، انضرب عنده الشاصي، صار في خلل في الشاصي. شوفوا هذا انضرب الشاصي عنده، ووديه عاد الصناعية يسوون له تربيط ولا يشوفون له حل، جته نطحة معتبرة هنا. يلا يلا امش، نبغى نشوف طريقة المشي. شايفين يا الله يرفع رجله شوي، طبعا ان شاء الله انه ما في مشكلة، يعني اكيد انها رضة ولا كذا من النطحة هذه، كم من يوم ويرجع يمارس هواياته بشكل جيد. وين همام؟ كيف يا شيخ همام؟ ما شاء الله تيس هذا مبارك، هذا أول مولود كان عندي، لذلك هو صديقي، يعني جميعكم أصدقائي، بس عاد همام يختلف محبته عن محبة أبو مسامع عن أنترة. أبو مسامع يا أبو مسامع، والله أكلهم جيد. هذا التهامي إن شاء الله مشروع فحل، تشوفون النقطة هذا مشروع فحل، بس هذه اجسامهم يعني. قل قل والله 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 كيف الحال، ازيك. اغلب اللي هنا طبعا كلهم معزة اناث، لكن الاصناف مختلفين، فيهم المشروك وفيهم التهامي وفيهم العارطي وفيهم هذا عنترة. اهلنا حق عنتر، كيف الحال؟ أعطنا رأيك عن التقييم يعني. والله جميل لما تكون تألفها وتألفك ما تنحاش منك، جيد. أنا بدينا ما شاء الله، هذه شيخة الزين. أهلا أهلا يا أختي، ما شاء الله، كلي كلي، عيني من الله خير.
نشارككم يا شباب. هلا هلا والله ما شاء الله. الدفع الرئيسية، أول دفعة اللي شريتها ما أقدر حتى ألمسهم، يعني إلا نسوي حنا وياهم أفلام كابوي مطاردات علشان أمسكهم. لكن الدفعة الجديدة اللي هم هذول المواليد كلهم يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، أي واحد يعني مجرد إني أجلس يجون عندي كلهم، ممكن أمسك أي واحد منهم. أشغلوني أيضا، أكلوا فنايلي عادي. يعني هذه من العلاقات بينك وبين أغنامك، ما تصير تجفل منك. شيخ حمام ما شاء الله، هذا أكبر واحد عندي همام. إن شاء الله يتأهل نهاية الدوري ويصير ماسك المراح كاملة. أهلا أستاذ عارضي، منور يا باشا. هل تستمتعون أنتم كذا تجلسون مع أغنامكم وتروقون، ولا تشوفون أنه بس حط له أكل وراح أخذ لك كاس شاي وقعد على جنب؟ أنا حقيقة أستمتع، يعني حتى المراقبة لها، نشوف وش يسوون، من اللي متعادين مع بعض، من اللي متوالفين مع بعض، تكتسب معلومات عن طبايعهم، وين ما شاء الله نشيط فيهم، اللي تعبان، اللي عنده مشكلة. هلا والله، هلا بالحلوين. طبعا لو تشوفون اكلهم، ما اكلوا اكل جيد يعني، طرف الورقة، لكن مع الوقت يقدرون يرمشون فيها لان ان شاء الله. تشوفون همام. هذا همام في صحن الحال والشيخ، ولد شيوخ ما يحتاج. صح يا تامية ولا مش صحيح؟ باقي بعد شوي ونروح نصور الصغار اللي هناك، نقعد معهم. اهلا اهلا يا هندسة. والله 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 تاكلوني؟ ليش تاكلني؟ لا لا تاكلني، لا تاكلني، انا معذبكم. فحص تامية. هلا هلا، تعال انت الثاني. هلا والله، زينكم زيناه. يلا تبارك فيهم. هذا المقاول اللي يعقب معي ويمشي ويروح ويجي، مساعد لابو زاهر، اخذه معي في جميع الجولات. يلا يا صديقي، يلا يلا خلنا نطلع انا وياك ندور على الغنم. يلا تمسون على خير يا عزازي. نبغى نشوف حركة هذا. يلا همش، شوفون مشيتوا فيها شوي. ها والله لازم نشوف صلاح للشاصي، لكن يلا. يا والله سلامات سلامات يا حبيبي، سلامات. معليش معليش، اللي نطحك راح نؤدبه اليوم ولا يجي في خاطرك.